رواية الأبلة لصاحبها دوستويفسكي، الجزء الأول، الفصل العاشر. سرعان ما سمعت ضوضاء جمهور آتية من حجرة المدخل. إن من كان في الصالون يدرك أن عدة أشخاص قد دخلوا وأن آخرين ما يزالون يدخلون. كانت أصوات كثيرة تتكلم في آن واحد وتصرخ عند المدخل وعند السلم الذي ظل بابه مفتوحاً. واضح أنهم زوار غريبون عجيبون. أخذ جميع من في الصالون ينظر بعضهم إلى بعض متحيرا، واندفع جانيا إلى الصالون الكبير، غير أن عددا من الأشخاص كانوا قد دخلوا إلى هناك. صاح صوت يعرفه الأمير، صاح يقول: آه، ها أنت ذا يا هودا، يا خائن، سلام جانيا، يا وغدا عريقا. وصاح صوت آخر يقول مؤيدا: نعم، إنه هو نفسه. لم يبق لدى الأمير أي شك إن أحد الصوتين هو صوت روتشوين، وإن الصوت الآخر هو صوت ليبيديف. تجمد جانيا على العتبة مبهوتا مسعوقا، وأخذ ينظر صامتا دون أن يحاول اعتراض دخول هؤلاء الأشخاص العشرة أو الاثنى عشر الذين كانوا يجتاحون الغرفة وراء بارفيون روتشوين. كانت هذه العصبة خليطا عجيبا يتميز أفرادها لا بتنوعهم فحسب، بل بفوضاهم كذلك، حتى إن بعضهم دخلوا كما هم بفرواتهم ومعاطفهم، وكانوا يبدون جميعا سكارى بعد الشيء، رغم أن أحدا منهم لم يكن سكرانا فعلا. وكان يظهر عليهم جميعا أن كل منهم في حاجة إلى الآخرين يشد بهم أزره ويستمد منهم شجاعته. ما كان لواحد منهم أن يجرؤ على أن يدخل لو كان وحيدا، ولكنهم كانوا كمن يدفع بعضهم بعضا إلى الدخول دفعا. حتى روجوين الذي كان على رأسهم إنما كان يدخل محاذرا، فكان يبدو مظلم الوجه مشغول البال مهموم النفس إلى درجة الهياج. أما الآخرون فلم يكونوا إلا كوس، هو فيه المغني، أو قل لم يكونوا إلا عصبة عليهم أن تساعده قليلا. كانت العصبة تضم عدى ليبيديف، كانت تضم زاليوجيف الذي عنى بتجعيل شعره عناية كبيرة وترك فروته في حجرة المدخل، ودخل طلقا متبخترا، ووراءه شخصان أو ثلاثة أشخاص من هذا الطراز نفسه. كان واضحا أنهم أبناء تجار، وكان في العصبة كذلك رجل يرتدي معطفا على الزي العسكري، ورجل قصير سمين مفرط في السمنة ما ينفك يضحك بغير انقطاع، ورجل ضخم بدين هو أيضا بدانة غير عادية، يكاد يبلغ طوله مترين، متجهم الوجه شديد الصمت، لا بد أنه كان يعول على قبضتي يديه كثيرا، وطالب من طلاب الطب، وبلندي مرح، وعلى فسحة السلم سيدتان تنظران إلى حجرة المدخل ولا تجرؤان أن تدخلا، فأغلق كوليا الباب أمامهما وشد المزلج. سلام جانيا الوغد، إنك لم تكن تتوقع أن ترى بارفيون روتشوين، أليس كذلك؟ هكذا ردد بارفيون روتشوين حين وصل إلى باب الصالون فوقف أمام جانيا، ولكنه في تلك اللحظة نفسها لمح في الصالون قبالته تماما، على حين فجأة لمح ناستاسيا في لوبوفانا. واضح أنه كان أبعد ما يكون عن تخيل إمكان أن يراها هنا، فما إن رآها حتى أحدثت رؤيتها في نفسه تأثيرا خارقا، فإذا هو يبلغ من الشحوب وانكفاف اللون أن شفتيه أصبحت زرقاوين، قال في رفق بصوت خافت كأنما هو يحدث نفسه وقد شل فلا يدري ماذا يفعل. ما يقال صحيح إذن، انتهى الأمر. ثم قال مخاطبا جانيا من بين أسنانه وهو ينظر إليه نظرة تفيض بغضب حانق لا يغالي: طيب، سنتحاسب. لقد انحبست أنفاس روتشوين، فلم يكد يستطيع أن ينطق بهاتين الكلمتين مقطعتين إلا بكثير من العناء، وتقدم في الصالون، ولكنه حين أبصر نينا ألكساندروفنا وفاريا على حين فجأة توقف شاعرا ببعض الخجل رغم كل انفعاله، ودخل ليبيديف وراءه يتبعه كظله، وقد نال منه السكر. ثم دخل الطالب فالعملاق ذو القبضتين الهائلتين، ودخل وراءهما زاليوجيف يحيي ذات اليمين وذات الشمال. ثم دخل الرجل القصير السمين يحاول أن يشق لنفسه طريقا، إن وجود السيدات قد كبحهم قليلا، وكان واضحا أنه يربكهم إرباكا كبيرا، ولكن المرأة يحس أن هذا الإرباك سيزول متى حانت لحظة البدء، فإن وجود السيدات لن يحول دون الفضيحة متى تطلق إشارة البدء.
قال روتشوين في ذهول ولكن مع شيء من الدهشة: كيف؟ أأنت أيضا هنا يا أمير؟ وما تزال اللبادتان على حذائك؟ وتنهد، لكنه كان قد نسي الأمير وعاد ينقل بصره إلى ناستاسيا في لوكوفانا وهو يقترب منها مزيدا من الاقتراب، كأنما يجذبه إليها مغناطيس. وكانت ناستاسيا في لوكوفانا هي أيضا تتفرس في الدخلاء قلقة مستطلعة. وأخيرا ثاب إلى جانيا صوابه، فقال بصوت عال وهو يلقي على الدخلاء نظرة قاسية مخاطبا روتشوين بخاصة: اسمحوا لي، ما معنى هذا؟ أأنتم هنا في إسطبل أيها السادة؟ أمامكم هنا أمي وأختي. قال روتشوين من بين أسنانه: نرى أنهما أمك وأختك. وزاد ريبيديف يقول: واضح أنهما أمك وأختك. وأغلب الظن أن صاحب القبضتين القويتين قدر أن الحين قد حان، فإذا هو يهمهم. فصاح جانيا رافعا لهجته إلى درجة الانفجار قائلا: كفى، أرجوكم أولا أن تنتقلوا إلى الغرفة الأخرى، واسمحوا لي بعد ذلك أن أسألكم. ضحك روتشوين ضحكة شريرة ساخرة دون أن يتحرك من مكانه وقال: عجيب، لم يتعرفني. ألم تتعرف روتشوين؟ هبني التقيت بك في مكان ما، فإنني التقيت بي في مكان ما. أنسيت إذن أنك منذ أقل من 3 أشهر قد سلبتني بالقمار 200 روبل هي ملك أبي؟ لقد مات الشيخ المسكين قبل أن يتسع وقته لمعرفة ذلك. أنت جردتني إلى اللعب، وصاحبك كيف تولى الغش؟ أفلا تتعرفني إذن؟ في وسع بيتيتسين أن يشهد. على كل حال يكفي أن أخرج من جيبي 3 روبلات وأن أريكها حتى تركع وتسير على 4 إلى فاسيلفسكي أملا في الحصول عليها. هذا أنت، تلك هي نفسك الخسيسة، وإنما جئت الآن أيضا لأشتريك كلك بالمال. لا تنظر إلى حذائي، فأنا أملك يا صاحبي مالا كثيرا، وفي وسعي أن أشتريك أنت وجميع ذويك. لو شئت اشتريتكم جميعا أنت وذويك جميعا. كان روتشوين يزداد اندفاعا ويبدو أشد سكرا لحظة بعد لحظة، وهتف يقول: لا، لا تطرديني يا ناستاسيا في لوكوفانا، قولي لي كلمة واحدة لا أكثر، أأنت مقبلة على الزواج به أم لا؟ ألقى روتشوين هذا السؤال كما يلقيه إنسان يشعر بأنه هالك، وخاطب ناستاسيا في لوكوفانا كما يخاطب إنسان إلهه المعبود. ومع ذلك كان في لهجته جرأة هي جرأة من حكم عليه بالإعدام، فلم يبق هنالك ما يخاف أن يضيع منه، وراح ينتظر الجواب بقلق قاتل. شقلته ناستاسيا في لوكوفانا بنظرة ساخرة متعالية، ولكنها حين ألقت بصرها على فاريا ونينا ألكساندروفنا ثم على جانيا غيرت موقفها وقالت تجيبه في رفق وجد بصوت تلوح فيه الدهشة: لا أبدا، ماذا ذهاك؟ ثم كيف خطر ببالك أن تلقي علي هذا السؤال؟ هتف روتشوين يقول كمن جن فرحا: لا لا، أصحيح أنك لن تتزوجي؟ لقد زعموا لي أنك ستتزوجينه. آه طيب يا ناستاسيا في لوكوفانا، هم يدعون أنك وعدت جانيا بأن تتزوجيه، كيف تتزوجين هذا؟ هذا أذلك ممكن؟ لقد قلت لهم هذا، إن في وسعي أن أشتريه كله 100 روبل، فإذا أعطيته 1000 روبل أو قولي 3000 روبل في سبيل أن يعدل عن الزواج، لهرب عشية الزواج تاركا خطيبته. أليس هذا صحيحا يا جانيا؟ يا سافل، ألا تقبل 3000 روبل؟ خذ إليك هي. من أجل هذا إنما جئت اليوم، لقد جئت لأحصل على توقيع منك بالعدول عن الزواج. قلت سأشتري ولسوف أشتريك فعلا. صرخ جانيا يقول وهو يحمر ثم يصفر ثم يصفر ثم يحمر: اذهب من هنا، أنت سكران. أحدثت هذه الصرخة انفجار أصوات. كانت عصبة روتشوين لا تنتظر منذ مدة طويلة إلا أول استفزاز، وها هو ليبيديف يهمس في أذن روتشوين ببعض الكلام مهتما أشد الاهتمام. أجاب روتشوين: أصبت يا سيادة الموظف، أصبت يا أيها السكير، ولما لا أخيرا؟ ثم هتف يقول وهو ينظر إلى ناستاسيا في لوكوفانا كالمجنون، فتارة برعب وتارة بجرأة تشبه أن تكون وقاحة: ناستاسيا في لوكوفانا، إليك 18000 روبل وهناك مبالغ أخرى. قال ذلك ووضع أمامها على منضدة صغيرة حزمة ملفوفة بورق أبيض ومربوطة بخيط، ولم يجرؤ أن يكمل فكرته، لم يجرؤ أن يتم ما كان يريد أن يقوله.
حمس لبيديف في أذنه مرة أخرى يقول مرتاعا: لا لا، هذا كان واضحا أن ضخامة المبلغ قد روعته وأنه يقترح تخفيضه. فأجابه روتشوين: لا يا صاحبي، هنا أخطأت، وهنا أنت غبي. وإذا رأى شررا يقدح في نظرة نستاشا في لبوفانا تاب إليه صوابه وأخذ يرتجف، وأضاف يقول: بل نحن كلانا غبيان، أنت وأنا. آه، ما كان أشد حماقتي حين سمعت لك. أضاف روتشوين هذه الجملة الأخيرة بلهجة فيها ندم عميق، فبعد أن لاحظت نستاشا في لبوفانا بكثير من الانتباه كيف انقلب وجه روتشوين وتشوه، انفجرت تضحك فجأة، ثم أضافت تقول بلهجة خالية من الكلفة طافحة بالوقاحة وهي تنهض عن الكنبة كأنما لتنصرف: 18,000 روبل لي أنا. وكان جانيا يراقب المشهد منقبض القلب. صاح روتشوين يقول: بل 40,000، 40,000، لا 18. لقد وعدني بيتيتسين وبيسكوب بأن يدفع لي 40,000 روبل في الساعة السابعة. 40,000 روبل عدا ونقدا. أصبح المشهد دنيئا حقا، ولكن نستاشا في لبوفانا ظلت تضحك ولم تعزم أمرها على الانصراف، أنها تتعمد أن يطول المشهد. وقد نهضت نينا ألكسندروفنا وفاريا ووقفتا تنتظران سامتتين مروعتين ما عسى أن ينتهي إليه الأمر. فأما فاريا فعيناها تلتمعان، وأما نينا ألكسندروفنا فقد هزها تعاقب الأحداث هذا هزا قويا كل القوة، فهي ترتجف حتى لا تكاد تسقط مغشيا عليها. إذا كان الأمر كذلك فإنني أرفع المبلغ إلى 100,000. نعم، في هذا اليوم نفسه سأدفع 100,000 روبل. بيتيتسين، ساعدني في جمع هذا المبلغ ولك حسابك. همس بيتيتسين قائلا وهو يقترب منه بحركة نشيطة ويمسك ذراعه: أنت سكران، سوف نستدعي الشرطة، أين تظن نفسك؟ قالت نستاشا في لبوفانا كأنما تثيره وتحرضه: الخمرة هي التي تتكلم. فأخذ روتشوين يصرخ قائلا وقد ازدادت حماسته ازديادا كبيرا: لا، أنا لا أكذب، سوف تقبضين 100,000 روبل هذا المساء، سوف أبرهن على أنني لا أتبخل. هنا أرعد صوت أردليون ألكسندروفيتش على حين فجأة يقول غاضبا مهددا وهو يتقدم نحو روتشوين: ما معنى هذا كله أخيرا؟ إن هذه الاندفاع المباغتة التي لم يكن يتوقعها أحد من العجوز بعد أن ظل صامتا حتى ذلك الحين قد أحدثت أثرا مضحكا، فانطلقت ضحكات هنا وهناك. قال روتشوين وهو يضحك ساخرا: من أين خرج لنا هذا؟ تعال معنا أيها العجوز فتشرب حتى تسكر. فصرخ كوليا الذي كان يبكي عارا وغضبا: هذه دناءة. وصاحت فاريا فجأة وهي ترتعش غضبا من قمة رأسها إلى أخمص قدميها: هل يعقل ألا يكون بينكم واحد يخرج هذه الوقاحة من هنا؟ فأجابت نستاشا في لبوفانا تقول بمرح فيه احتقار: أأنا أوصف بأنني وقحة؟ ما كان أغباني حين جئت لأدعوهم إلى سهرتي، انظر كيف تعاملني أختك يا جبريل أردليونيتش. ظل جانيا بضعة لحظات كالمسعوق من اندفاعة أخته، ولكنه حين لاحظ أن نستاشا في لبوفانا عازمة في هذه المرة فعلا على أن تنصرف هجم على فاريا كالمجنون، فأمسك يدها بحنق شديد وهتف يسألها وهو ينظر إليها كمن يريد أن يحيلها إلى رماد على الفور: ماذا فعلت؟ كان قد خرج عن طوره وأصبح لا يدري ماذا يصنع. صرخت فاريا تقول وهي ترشق أخاها بنظرة انتصار وتحدي: ماذا فعلت؟ وأنت إلى أين تجرني؟ أترك تريد مني؟ أيها الرجل الساقط، أنا أقدم إليها اعتذاري، هي التي أهانت أمك وغطت بيتك كله بالعار. ولبث على هذه الحالة بضع لحظات وجها لوجه. كان جانيا ما يزال ممسكا يد أخته بيده، وحاولت فاريا أن تخلص يدها مرة أو مرتين بكل ما تملك من قوة، لكنها لم تفلح، فإذا هي بعد ذلك تخرج عن طورها فتبصق في وجه أخيها. صرخت نستاشا في لبوفانا تقول: هذه فتاة حقا، يا بيتيتسين أهانتك. زاغ بصر جانيا ونسي نفسه تماما، فرفع يده يريد أن يضرب أخته بكل قواه، وكان يمكن أن تسقط يده على وجهها لولا أن يدا أمسكت ذراع جانيا بانطلاقة سريعة فوقفتها. لقد وقف الأمير بين الأخ وأخته، قال الأمير حازما ولكنه كان يرتعش بجميع أعضائه هو أيضا كما يحدث في إثر اضطراب شديد: ما هذا؟ أما كفاكم؟
فزار جانيا قائلا وهو يترك يد فاريا: أأظل أجدك دائما في طريقي؟ وكانت يد جانيا قد أصبحت طليقة، وكان قد بلغ ذروة السخط، فإذا هو ينزل بيده على وجه الأمير صفعة قوية. صاح كوليا يقول وهو يرفع ذراعيه: آه آه رباه! وانطلقت هتافات التعجب من كل جهة. كان الأمير أصفر اللون، يحدق إلى عيني جانيا بنظرة غريبة مثقلة لوما، وكانت شفتاه المختلجتان تحاولان أن تنطق بشيء ما. كانت ابتسامة عجيبة غير مألوفة تشنجهما، فما تستطيعان أن تقول شيئا. أنا لا ضير إن ضربتني، أما هي فلن أسمح لك بأن تضربها. ولكنه فقد سيطرته على نفسه فجأة، فترك جانيا وأمسك رأسه بيديه واتجه نحو الحائط وقال بصوت متقطع: آه لشد ما ستشعر بالخزي والعار من فعلتك. وكان جانيا كالمسعوق فعلا. هرع كوليا إلى الأمير يقبله ويواسيه، وتبعه روتشوين وفاريا وبيتيتسين ونينا ألكساندروفنا، تبعه الجميع حتى الشيخ أرداليون ألكساندروفيتش. تمتم الأمير قائلا وهو ما يزال يبتسم تلك الابتسامة غير المألوفة: ليس هذا بشيء، ليس هذا بشيء. وصرخ روتشوين: لسوف يندم على ما فعل، لسوف تخجل يا جانيا من أنك أساءت إلى مثل هذه النعجة. لم يجد كلمة أخرى: دعهم يا أمير، يا صديقي، وتعالى فسوف ترى كيف يعرف روتشوين أن يحب. تأثرت ناستاسيا فيلوبوفانا هي أيضا أشد التأثر من فعلة جانيا وموقف الأمير. إن وجهها الذي يكون في العادة شاحب اللون والذي يعبر في العادة عن شرود الذهن، وذلك ما لا يتفق كثيرا مع ضحكها الذي كانت تصطنعه اصطناعا منذ قليل، قد غيرته الآن عاطفة جديدة. هذا واضح كل الوضوح، ومع هذا يحس المرء أنها لا تحرص على إظهار ذلك، فهي تحاول أن تحافظ على ما كان يعبر عنه وجهها من سخرية. وفجأة تذكرت السؤال الذي أثاره الأمير منذ قليل، فدمدمت تقول على حين بغثة ولكن بشيء من الجد والرصانة منذ الآن: حتما، سبق أن رأيت هذا الوجه من قبل الآن. فهتف الأمير فجأة يقول بلهجة عتاب عميق، لكنه عتاب فيه مودة وصداقة: وأنت، ألا تشعرين الآن بخجل؟ أنت لست تلك المرأة التي حاولوا أن يصفوها بما وصفوها به. دهشت ناستاسيا فيلوبوفانا وحاولت أن تبتسم كأنما لتخفي شيئا ما، وبعد أن ألقت نظرة على جانيا اتجهت نحو باب الصالون مضطربة، لكنها حتى قبل أن تصل إلى حجرة المدخل عادت أدراجها فجأة، فاقتربت من نينا ألكساندروفنا فتناولت يدها وحملتها إلى شفتيها ودمدمت تقول بصوت سريع وبحرارة وقد اشتعل وجهها واحمر: لقد حذر، صحيح أني لست هكذا. ثم استدارت وخرجت، ولكنها بلغت من السرعة في هذا كله أن أحدا لم يتسع وقته لأن يعرف لماذا هي رجعت أدراجها. كل ما هنالك أنهم رأوها تكلم نينا ألكساندروفنا ببضع كلمات همسا، ولعلهم رأوها تقبل يدها، غير أن فاريا رأت كل شيء وسمعت كل شيء وتابعتها بنظراتها مدهوشة. عاد إلى جانيا رشده فاندفع ليصحب ناستاسيا فيلوبوفانا، لكنها كانت قد خرجت. أدركها في السلم، صرخت تقول له: لا تصحبني، إلى اللقاء في هذا المساء، لا تتخلف، هل سمع؟ فعاد جانيا مضطربا مفكرا واجما، إن لغزا ثقيلا يجتم الآن على قلبه، بل هو الآن أثقل مما كان. وطافت صورة الأمير أيضا بخاطره. قد بلغ من عمق الاستغراق أنه لم يكن يرى انسحاب عصبة روتشوين التي كان أفرادها يصدمونه في المدخل متدافعين متعجلين ترك المنزل في أثر رئيسهم. كانوا جميعا يتناقشون بحرارة شديدة وصوت عالي، وكان روتشوين نفسه يمشي إلى جانب بيتيتسين ويكلمه ملحا في شيء لابد أنه خطير ولا يحتمل أي تأخير، حتى إذا مر أمام جانيا قال له: خسرت يا جانيا. فتبعهم جانيا بنظرة قلقة.